ظلموه لما نكذب عليك ما مشى زمان نقول لك خويا امتحان صعيب بزاف فيزيك صعيبه ولا ماشي خويا صعيب منهجيه بدلوه فهمت يا خويا ما كنا متوقعين اخويا داكشي ماشي غادي يكون ساهل ولا المهم داكشي غيكون في المتناول اعداد العقاد ديال اش غادي نقول لك راه صعيبه الداله اش غادي نقول لك هذاك طونجون ما غاديش ما هو ما غاديش يخرجها هذاك والله والله ما غيخرجها والله صعيب خويا واحد الدرا خويا ما نكذب عليك ما والو الدرا سوق شو الدرا ما نكذب عليك ما والو راه والدينا والله يا خويا كيعانيو وحق الله لقيت امي كتبكي في الصباح انا بلا حد المراه كبيره تخفاش دريات سخفوا وحق الله حتى شي راه بزاف والله ما نكذب عليك صراحه الامتحان حنا ما كناش متوقعين يكون بهذه الصعوبه حنا بريبارينا ما يمكنش انا نقول لك انا بريباريت وخدمت مزيان وكنت لعبه على مونسيون بون نوت باش ندير دي زيكول سوبيريور ولكن ملي دخلت تصدمت انني شي حوايج جامي شفتهم شي وطني قبل يعني هما حبسوا لينا حد الدروس الحضوريه نقولوا الصراحه ما زادوناش الدروس اللي قالوا لنا تحذفوا ولكن راه طلعوا النيفو بزاف بالنسبه لينا حنا اسفت هذاك الشيء ماشي نيفو ديالنا واخا حنا خدمنا تضمنا لان بالنسبه للاسفت ديال سيونس مات للفيزيك حطوا امتحان ماشي ديال الباك دي كونكور هادوك شحطوا اصلا انا كنعتبرهم دي كونكور ديال فهمتي شي حوايج اخرى ماشي ديال الباك حنا دخلنا دوزنا الفيزيك وقلنا صعيب بزاف كان عندنا امل في لونغليو في لونغليو في الماتش دخلنا لونغلي هي صعيبه بزاف وتصدمنا مفاجاه اللي الماتش المعامل سبعة دخلنا لقينا داكشي ديال سيونس ماتش ماشي المستوى ديالنا وما عرفنا والو ما درنا فيه والو حيت صعيب بزاف بدلوا لنا المنهجيه في هذا الوقت وحنا ما مستعدينش لهذا الشيء كنا معولين على داكشي يكون في المتناول هادشي ما كانوش يديروا هادشي في هذا الوقت كانوا يديرونا على الاقل في المتناول بحال الاعوام اللي قبل شهرات العام بدلوا المنهجيه وحنا كنخدمنا على الباك من 2008 حتى زعما 2018 بدلوا المنهجيه تبدل داكشي كلشي ازار بحال شي تمرين واحد كيديروا لك فيه الداله كيخربق لك مع حاجه اخرى هاد المره داروا كل حاجه بوحدها وداكشي طويل بزاف بريبارينا ولكن راه عن بعد راه ماشي راه كاين فرق ما بين انك يكون استاذ معاك وكيشرح لك استاذ معاك وكيشرح لك وكيفهمك وانك انت بوحدك كتخدم بوحدك كتخدم يعني كان عليهم يقدروا الكونفيرمو مسافه البعد اللي بين التلاميذ مسافه البعد اللي بين التلاميذ والظروف اللي كنعيشوها والتاثير مأثرين بزاف كان عليهم يقدروا الظروف كاملين اللي كنعيشوا ما مقدروش الظروف وداروا صعب من كاع انا قريت كاع الوطنيات تاع كاع العامات قريتهم وقلبتهم هادو اصعب وطنيات دازوا نهائيا في كاع المواد